تحية لكل صناعه، وتحية لكل حد بيساهم في توثيق وتخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم، النصر الأهم والأغلى في تاريخنا الحديث. زمان وينستون تشرشل قال: التاريخ يكتبه المنتصرون. لكن دلوقتي للأسف كتابة التاريخ بقت متاحة لأي حد، خاصة إن إحنا في عصر السوشيال ميديا وتداول الأخبار بقى أسهل وأسرع بكتير. فتلاقي ناس عينوا نفسهم مؤرخين على صفحاتهم، كل واحد بيكتب اللي هو عايزه. فتلاقي واحد كاتب: والله كيلوباترا من أصول أفريقية. حضرتك عندك دليل على ده؟ بقولك لا، دي جدعانة مني. تلاقي حد تاني كاتب: لا، لو رجوعا للتاريخ اسألنا أنا، الأهرامات بنوها فضائيين. تلاقي في واحد تاني كاتب: أنا عندي حجة إن الأرض اللي احنا عايشين عليها دي مسطحة مش كروية. لا، كل واحد بيكتب النسخة الخاصة بيه من التاريخ دون الرجوع لأي مصادر. يعني لما نلاقي النهاردة بعد 50 سنة على نصر أكتوبر وانسحاب إسرائيل من سيناء بالكامل، لسه في ناس بتنزل بوستات بتشكك أن مصر هي اللي كسبت الحرب، وما المكسب في الحروب بيتقاس إزاي؟ بعدد اللايكات. عشان كده يوم زي النهاردة مهم جدا، مهم نتجمع ونحكي تاريخنا زي ما حصل، مهم أننا نفتكر أبطالنا وجنودنا عشان تفضل الحقيقة موجودة بلسان اللي حضرها، ونفضل إحنا جيل بيسلمها الجيل وبنوثقها بأفلام وبأغاني هتفضل عايشة بتحكي تاريخنا. مهم نفتكر جنودنا وأبطالنا اللي كانوا شباب ساعتها بالمناسبة، والشباب دول كان لسه العمر قدامهم، بس محدش فيهم مختارش بلده ومختارش أنه هو يواجه الموت في كل لحظة عشان يرجع أرضنا. والشباب دول كمان بالمناسبة ما كانش على أيامهم سوشيال ميديا، كانوا بيبعتوا جوابات. يمكن أنا ما حضرتش الجوابات، بس الجواب ساعتها كان له خصوصية بخط إيد اللي كاتبه، وكان بيبقى فرح لما ساع البريد يبقى جايب جواب من جندي مقاتل على الجبهة، جواب ملخص فيه كل المشاعر الصادقة، جواب بسيط لأمه مسلم فيه على الأهل والقرايب والعيلة والصحاب فرد فرد، جواب من القلب للقلب.